يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التسبيح بصفة لم ترد في الكتاب والسنة كان يقول سبحان الله عدد البشر والشجر والحجر، هل هذا التسبيح جائز؟ نعم جائز، هذا معناه صحيح، معناه صحيح. نعم، عدد مخلوقات في الحديث الصحيح عدد مخلوقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يومه عدد سبحان الله عدد مخلوقاته ومداد كلماته، هذا ورد في الحديث، هو العدد كذا عدد كذا. نعم.